لكن انا هختم معاك برضو استاذ خالد برؤيتك لما هو قادم ولو في ثواني. انا بتكلم عن الاهلي مش المنتخب، يعني الاداء ادينا شفناه سواء في الماتشات اللي فاتت او بالامس، يعني فيما هو قادم رؤيتك كده او تحليلك للسيناريوهات اللي بتحصل دلوقتي هتستمر؟ حصلت قبل كده في البطوله اللي احنا خدناها، الماتش ده ماتش بلاتينيوم كنا ادينا مباراه ولا أسوأ وأسوأ من اللي احنا كنا فيها امبارح، انما احنا الحمد لله دلوقتي احنا كنادي اهلي بننتقد ان احنا خلصنا وتأهلنا قبل نهايه دور المجموعات بجوله، في حين ان في فرق تانية لسه ما تأهلتش وبتحتفل او بتحتفل. دي رساله طمأنينة حلوه جدا. طبعا ده احنا بنقول كده عشان عايزين الاهلي احسن وافضل. صحيح. انما النادي الاهلي ما ننساش النادي الاهلي تأهل قبل نهايه دور المجموعات بجوله كامله. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه واحنا قاعدين كده بندردش معاك وبنتجاذب اطراف الحديث ما نبقاش واقفين عند نفس السلبيات اللي عمالين نتكلم فيها كل مره. لا هي نشوف بقى تغيير بقى يا اكسلنس، هي بتتغير وهتتغير ان شاء الله. نورت الدنيا.